اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ. نورانا. ربنا يخليك يا رب. الحاجة قصدي مدام سرايا عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسه، احسن شويه. طب الحمد لله خير. قولي لي بقى تشربي ايه؟ لا لا لا، ده انا كده زي الفل، هنزل انا اتكل على الله. انا كنت بس عايزه اطمن عليك. لا طبعا ما ينفعش، مدام جيتي يبقى لازم تشربي حاجه. طيب ماشي، يعني لو ما فيهاش تعب ممكن بس كوبايه جوافه باللبن وعليها عصره ليمون. ايوه هند، بس اصل احنا مش في قهوه بلدي، يعني قصدي انك تطلبي حاجه تطلب يعني كضيفه في بيت ناس وكده. الاحراج ده خلاص. طب لو ما فيهاش تعب بقى يبقى شاي. ايوه كده، هي دي بقى الطلبات. أو كوبايه شاي بقى، بس يا ريت على ميه بيضاء. اه احنا الميه اللي عندنا كلها بيضاء. طب ماشي، اتفضلي اقعدي. شكرا. ايه تقيله كده ليه؟ القرف ده، القرف ده عيب والله. يبقى البيت نضيف كده وسايبين الحاجات بنتنتها. يا استاذ هاني، يا حاجة، يا استاذ هاني كلب، يا جماعة استاذ هاني حاجة، يا لا 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 قلة الأدب دي. والنعمة الشريفة افتكرتك الكلب. هو الكلب هيخبط ثلاث مرات؟ وبعدين دي كلبة مش كلب، واسمها بيوتي. معلش يا مصحف، أنا آسفة إني دخلت الأوضة من غير ما أستأذن، بس الباب الوحيد اللي لقيته قدامي مفتوح دخلت فيه. لا خلاص ولا يهمك، البيت بيتك. ميرسي، ربنا يخليك يا رب. إيه ده، الله؟ اللعب دي بتاعتك؟ ماما حطاهم هنا في الأوضة من زمان وأنا اتعودت عليهم كده. أنا كمان لسه شايلة لعبي من وأنا صغيرة، بس اخويا خالد بقى كان بيلعب معايا دايما باللعب دي، عشان كده كل عرايسي تلاقيهم دايما شعرهم محروق، ولا مؤاخذه يعني في دي الكلمه عريانين ملط. اه والله العظيم كان شقي جدا وهو صغير، فظيع ولد بقى وكده عادي. لا ده انت صح؟ اه ده انا. ايه ده، الله، يا دي يا دي يا دي يا دي. ايه ده، انت كنت عسليه جدا على فكره، مش زي مامتك خالص. معلش يعني. بصي ماما طيبه جدا، بس هي يعني شديده شويه قوي. صح. انا عملت لك شاي على ميه بيضة. تسلم ايدك. انتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ بنشرب شاي في الحرام يا ماما. وانتي دخلتي هنا ازاي؟ انا حضرتك الكلب. الكلب. ماما انا عملت لك كابتشينو اللي انت بتحبيه. انت عارف ان انا ما بشربش منبهات. اتفضل تعالى اعمل لي التليو بتاعي، وانتي تعالي معايا في ريسبشن بره. اتفضلي. انا هعمل لك التليو على طول بقى بعد اذنكم. مين اللي كسر الفازه دي؟ انا اسفه والله العظيم، اول ما الكلبه هجمت عليا انا فعلا اتخضيت، وقعت من ايدي اتدشت في الارض، وبعدين ده كان جواها تراب، ريحته وحشه جدا. انتوا ليه سايبينها كده؟ انتي جهله، انتي عارفه الفازه دي فيها ايه؟ دي فيها رماد جثه بيست حطيناه فيها بعد ما حرقنا الجثه. حرقته مين معلش؟ الكلب بتاعي، احتفظنا بالرماد بعد ما اتقتل. هو كمان مات مقتول؟ حرامي كان بيحاول يقتحم البيت واحنا مش موجودين، راح ضربه بالسكينه في قلبه. والكلب عارف يمسك السكينه ازاي؟ الحرامي هو اللي قتل الكلب. يعني الكلب بتاعكوا اتغز، فلما مات انتوا حرقتوا جثته وحطيتوا الرماد بتاعه جوه الزهريه اللي انا دبيت مناخيري فيها. اتريني حاسه بحرقان في جوفي. على فكره انت لازم تحسي بالفخر، عشان ده مش اي كلب، ده كلب فايتر. طيب اطير انا بقى عشان خالي مستنيني في المدرسه، وخالي كمان ده فايتر جدا، يعني مش بعيد يعمل فيا زي ما الحرامي عمل في الكلب. السلام عليكم. ومستعجله ليه؟ ما كنت تستني الغدا بالمره. بقول لكم ايه، الاجره 2 جنيه حتى لو مسافه 2 متر، واللي مش عاجبه ينزل. راح علينا يا ريس. طب ايه رايك ان انت هتدفع 4؟ وانت طالع على المطب. ايوه، ورجلك على الفرامل. انت يا حيوان، يا نهارك اسود. لا لا لا، ما تشتميش طقم ميكروباص ابدا. لا ده حيوان رقم واحد، ما تشتميش طقم ميكروباص ابدا. مين ده اللي حيوان؟ لا حضرتك دي بيتكلم جوزها في التليفون، اكيد ما تقصدكش انت. انت اللي حيوان واعمى وما عندكش نظر، وريني اخرك. ايه هتضرب واحده ست؟
والنبي يا مدام سلا بلاش تستفزيه، شكله ضرب ستات كتير قوي قبل كده. امسح فيانا يا باشا، حصل خير؟ لا ما حصلش خير، وهيحصل شر دلوقتي حالا. انا اتشتمت ولازم يفضلي اعتباري. طب الهدايا حضرتك نرده ازاي؟ ورقه ب 100 جنيه. استعبط استعبط يا نهار اسود. مدام سلا معكيش 80 جنيه عشان معيش غير 20 جنيه في جيبي. ده ايه يا راجل انت؟ انت فاكرنا من بتوع الكمباوند اللي فيلا جوه البار؟ لا يا حبيبي، ده احنا من مساكن الزلفان. انزلي يا بنت من الكليب. انت بتعزلي له عينك يا خالها؟ يا كل فيك يا بابا تكلمي حد فيه؟ لا ده بيرد ولا ده بيرد. طن طن، وانت جيتي هنا عشان اتخانقتي برضو؟ لا يا حبيبتي، انا اتمسكت في شقه في مساكن الاطباء. عيب يا مروه، ما تساليش حد على حاجه طول ما احنا قاعدين هنا، فاهمه؟ ليه؟ خلي البنت تسال وتتعلم، على الاقل هتعرف الدنيا ماشيه ازاي. لا ما هي بتسال وتتعلم بس في المدارس اللغات اللي امها دخلتها لها، مش المدرسه بتاعت حضرتك. متشكرين قوي. وحضرتك شغاله ايه؟ بقيت هوا يا حبيبتي. طنط بتبيع مراوح. ودي بتحتاج كليه ايه؟ بتحتاج كليه تفكك اسري، والمصحف ما بتحتاجه اكتر من كده. كفايه بقى والنبي رد على اسئله العيال الصغيره. بريئه دي بريئه لسه بيور. نهار اسود. ده هاني. هاني مين؟ هاني المحامي، ابن عميله عندنا في المدرسه. بس بصراحه انا مكسوف ارد عليه. وده وقت كسوف، كلميه بقى، عايزه اروح انا والعيال. اصل برضه لما اتكلمنا المره اللي فاتت كنت انا في الحبس، مش منظر يعني كل ما ارد عليه. الو. مبدئيا كده معلش على اللي حصل امبارح. لا ما حصلش حاجه استاذ هاني، حصل خير. طب قولي لي انت في المدرسه ولا ايه؟ انا اصل كان عندي مشوار جنبكم، فكنت بشوف لو انت فاضيه يعني اعدي عليكي. لا تعدي عليا ايه، ما انا اصلي مش في المدرسه. انا بصراحه يعني بصراحه انا في الحجز. طب في نفس الاسم ولا اسم تاني ولا ايه؟ انا تعبتك معايا معلش. ازاي بقى ما تقوليش كده؟ طبعا كنت مش عارفه اقول لك ايه تاني مره يعني. لا لا خالص، يلا تعالي. ايه ده، ثانيه واحده بس، هي والدتك معاك في العربيه؟ اصلها كانت في مشوار وصمامه تعدي عليها عشان اخدها اروحها، فجبتها معايا عشان ما اتاخرش عليكي. انا مش عارفه هتاخد عني فكره عامله ازاي دلوقتي، دي تاني مره تشوفني خارجه من القسم. لا خلاص، ما عرفت انك سوابق. والنبي ما بحبش الكلمه دي، الله يسترك. خلاص انا بهرج، تعالي سلمي عليها وانا فاهم على كل حاجه. ماما. نعم. هند. زي حضرتك. والله يعني انا المره دي فعلا ماليش ذنب، يعني ما جت يعني حصل سوء تفاهم كده. لا يا حبيبتي ما فيش حاجه. يعني هي اول مره، احنا خلاص اتعودنا على كده. ما تخلص بقى وتخلصني. ماشي اشوف حضرتك قريب ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. لو في حاجه كلميني على طول. لا حاجه تانية ايه؟ اخلص علشان انا زهقت. يلا حبيبتي يلا.